بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال عن الأتومز. بيقولي given the following sets أو عفواً set of atoms، مجموعة الأتومز. قال لي A 6-12، شو هي هيدي الستة واثناش؟ هون قصدن فيها هاي الزد هاي الA، ودايماً الA أكبر من الزد. هاي زد وهاي A، هاي زد وهاي A، هاي زد وهاي A، كمان هاي atomic number mass number وهاي atomic number mass number. Give the significance of Z and A. يعني قلوا لي الزد شو هي والA شو هي. فنحن الزد شو هي؟ atomic number. والA شو هي؟ mass number. Determine the composition of atom Y. بدو مين؟ composition of atom Y. الY. composition نحن قلنا إنه هي الA والزد والN. وبعبارة أداء، لأنه composition معناتها تركيبة. العادة الأتوم من شو بيتركب؟ هذا الأتوم بيتركب من بروتون ونيوترون وإلكترونز من برا، صح؟ فكأنه عم بيقلي اللي البروتون قدي، نيوترون قدي، إلكترون قدي. هذه عبارة أداء. فالبروتون شو بتساوي؟ number of proton بتساوي عادة number of electron بتساوي الزد. عم يحكي لمين؟ للواي. الواي هي 1 1، فالزد قدي 1. هيك بنكون دقيقين بالكتاب. طيب بده number of neutron. number of neutron شو بتساوي؟ A minus Z. والA هي قدي؟ 1 minus 1 equal to 0. هيك كون خلصنا السؤال. How many elements، ليك السؤال شو حلو، How many elements are there in the above set؟ كم element عندي؟ للوهلة الأولى واحد بعد 1 2 3 4 5 6، بيطلع 6. غلط، هني مش 6. كيف بعرف أنا عدد الelements قدي؟ لما يكون عندهم same Z معناتها هني element واحد، إن شاء الله بيكونوا 10. إذا عندهم same Z هني element واحد. فأنا بتطلع هون عندي Z 6، هون Z 1، هون Z 1، هون يعني صاروا كأنه هولي element واحد. ليه؟ لأنه عندهم نفس الزد، فهو بعتبرهم element. هاي element 2 3 4، يعني أنا هون عندي الجواب 4 elements. فهمتوا كيف؟ طيب specify the isotopes. شو يعني isotopes؟ isotopes يعني عندهم same element و same Z و different mass number. هاي ما بدنا ننساها، لأنه أوقات بيقول لي ليش، عطوني السبب ليش isotopes. طيب بده specify the isotopes in the above set. مين ال isotopes اللي عندهم same Z و different A؟ مين اللي عندهم نفس الZ؟ W والY والL. يعني أنا بقول له W والY and L are isotopes. شو بيرجع بيقول؟ After writing their nuclear symbol. Nuclear symbol شو معناتها؟ يعني مثل atomic symbol. يعني أنا بدي أقول له الـ W قديش اللي إلها؟ 2 1، هاي nuclear symbol. الـ Y 1 1، بكتب 1 1. الـ L 3 1. هيك كون خلصنا هذا السؤال.